أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم أطيب التحايا من استديوهات البث الفضائي في جامعة الملك فيصل، وعبر قناة عالي نتابع سوية عدسة الجامعة في حلقتها الثامنة. مجموعة من الأنشطة والتقارير هي زوادة هذه الحلقة، والتواصل ما بين الجامعة جامعة الملك فيصل وبينكم أحبتي موصول بالمحبة، وموعود دائما بمد الجسور وفتح النوافذ الواسعة لكي تكتمل الصورة. أعزائي المشاهدين، تأتي هذه الحلقة وطلابنا الأعزاء يعودون إلى الجامعة لبدء عام دراسي جديد، حركة دؤوب وتواصل وخلية فرح وجد تكبر وتتسع في كل جامعات المملكة، فكل عام دراسي جديد وطلابنا وجامعاتنا بألف خير. أعزائي، هذا الالتحام ما بين الطبيعة والحياة أمر غاية في الأهمية والجمال، وطلابنا عاشوا الإجازة على أكثر من طريقة ووجهة، البعض سافر والبعض عاشها في الجد والعمل، والبعض تجول في المملكة في سياحة داخلية غاية في الجمال. من أجمل المناطق السياحية في الأحساء والشرقية عموما شاطئ العقير، وهو ملتقى الشباب والعائلات، دعونا نطير إليه على جناح البحث عن التاريخ والحاضر والمستقبل، ونتوقف عند هذا التقرير الذي صورته لنا عدستنا. يفتح شاطئ العقير بمحافظة الأحساء بتاريخه ورماله الذهبية وشواطئه الهادئة، أذرعته لاستقبال آلاف الزوار والسياح في كل أوقات السنة. وهذا الشاطئ الذي يبعد نحو 65 كيلو متر من مدينة الوفوف يستقطب الكثير من الزوار من الأحساء والرياض وبقية مناطق المملكة، الباحثين عن الأجواء العائلية البعيدة عن الصخب بحثاً عن حالة الهدوء. وهذا الإقبال ضاعف من أرقام زوار الشاطئ، حيث من المتوقع وصل العدد اليومي لقاصدي الشاطئ خلال أيام عيد الفطر المبارك إلى أكثر من 28 ألف زائر وزائرة. ويمكن للراغب في زيارة الشاطئ من العاصمة الرياض أن يمر بالهفوف، ومنها عبر طريق مباشر إلى العقير. شاطئ جميل يجمع بين المواقع التاريخية والحياة النباتية والبيئة البحرية الغنية، ويخلق هذا المثلث تناغما فريدا وفرصة للزائر بالاستمتاع بما يهتم به. ففي الجانب التاريخي تقف على شواطئ العقير مباني الخان الذي استعمل منذ بداية القرن السابع الهجري كاستراحة للمسافرين ودوابهم، ويحتوي على حجرات للنوم وقاعات لعرض البضائع، ويقع غرب الميناء، كما توجد الفرضة التي كانت تستقبل قبل عدة عقود السفن التجارية لترسو على الميناء الأقدم في ساحلنا الشرقي، كما توجد القلعة وبرج أبو زهمول وغيرها. وإلى جوار هذه المباني تنتشر أشجار الأراك رغم قلتها، حيث كان في الماضي يستخرج منها السوك، كما تصف أعداد كبيرة من النخيل التي تحتضن مياه البحر في منظر خلاب يمنح فرصة للمتأمل والباحث عن الطبيعة، الجو الذي يطلق لناظره العنان. ومنح ابتعاد العقير عن المدن الصناعية ومواقع التلوث النفطية أعشاباً بحرية نظيفة وأسماكاً بمذاق مختلف ومياهاً غاية في الجمال والنقاء، تزداد جمالاً مع انعكاس صورة النجوم والقمر مع حلول الظلام. يزيدها جمالاً الجهود المميزة لأمانة الأحساء
التي امتدت يدها إلى جانب من الشاطئ وكسته بساطاً أخضر من الأعشاب والنخيل والأشجار، يتحلق حولها جلسات ومظلات وألعاب يزيدها تألقاً وجمالاً حالة السكون، لتكتمل الصورة التي يبحث عنها الكثير من العائلات والسياح. شاطئ العقير مشروع سياحي هام وقادم بقوة، فلا تتأخروا في الوصول إليه. أعزائي، ينظم مركز التميز البحثي للنخيل والتمور بجامعة الملك فيصل ندوة النخيل الخامسة، التقنية الحيوية في النخيل والتمور، خلال الفترة من 29 لشهر ذي الحجة لعام 1434 للهجرة إلى 2 من شهر محرم لعام 1435 للهجرة، الموافق من 3 وحتى 5 من شهر نوفمبر لعام 2013 للميلاد، بمشاركة متحدثين من 15 دولة حول العالم. التحضيرات على قدم وساق، والأحساء واحة المملكة الأكبر والأبهى تزدهر بنخيلها وتمورها، ووزارة التعليم العالي تتقن جيدا توظيف هذه العلاقة بين الجامعات ومجتمعاتها. لنتابع سوية هذا التقرير عن ندوة النخيل الخامسة. صدرت الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، على رعاية معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري لندوة النخيل الخامسة، التقنية الحيوية في النخيل والتمور، والتي ينظمها مركز التميز البحثي للنخيل والتمور بجامعة الملك فيصل، خلال الفترة من 29 لشهر ذي الحجة لعام 1434 وحتى 2 من شهر محرم لعام 1435 للهجرة، وبمشاركة متحدثين من 15 دولة حول العالم. واختيار جامعة الملك فيصل لا يأتي عبثاً، فهذه الجامعة تتوسط أكبر واحة للنخيل ليس في المملكة وحسب، بل في العالم كله. وعلى هامش التحضيرات للندوة، عقدت اللجنة الرئيسية لندوة النخيل الخامسة اجتماعها الثالث برئاسة مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن جمال الدين الساعاتي، وتناول الاجتماع استعراض آخر المستجدات في الجهود القائمة للتحضير لعقد الندوة الخامسة للنخيل والتمور. كذلك عقدت اجتماعات عديدة لهذا الشأن تناولت التحضيرات والتجهيزات للندوة المرتقبة. الجدير بالذكر أن الجامعة تستقطب من خلال هذه الندوة خبراء وعلماء ومهتمين من مختلف دول العالم فيما يخص النخيل والتمور، وقد تميزت الجامعة بهذه الندوة منذ ما يقرب من 4 عقود. مساحات واسعة تمتد على اتساع المحافظة، محافظة الأحساء، وعلاقة وثيقة بين أبناء المنطقة ومزارعهم، بين سواعدهم والنخيل الذي يتسامق للأعالي ليشكل سيمفونية خالدة للعطاء والانصهار بين الطبيعة وناسها. مواسم كثيرة وأسواق بلا عدد للتمور وأنواعها، إنتاج وفير وجودة عالية، وغلال تملأ المحافظة وتسافر إلى كل أنحاء العالم لتعرف عن بلاد الخير. والجامعة تقف إلى جانب مجتمعها، تسانده بالمعرفة وتدعمه بالعلم، لكي يأتي النتاج غاية في الجودة والاكتمال. أعزائي، عيون الأحساء موجودة منذ القدم، حيث كانت المياه تتدفق من جوف الأرض تلقائيا، وقبل البدء في مشروع الري والصرف كانت مدينة الهفوف تستحوذ على أكبر العيون وأشهرها،
وكان سكان القرى الشرقية وبعض القرى الشمالية يأتون إلى السباحة والري من تلك العيون. كل هذا تغير وانحسرت المياه وانخفض منسوب الخير، ليس في الأحساء فقط بل على صعيد المملكة ككل، لكن الجامعات والباحثين لم يتوقفوا عن البحث عن الأسباب والحلول. دعونا نتابع هذا التقرير التالي عن المياه في الأحساء لنرى ما آلت إليه الأمور. قبل سنوات ليست ببعيدة كانت المملكة أكثر وفرة في المياه الجوفية والسطحية، وثمة دراسات تحدثت عن أن المملكة تمتلك مخزونا هائلا من المياه يكفيها لمئة سنة قادمة. مساحات من نخيل، مراوح تلاعب الريح والنسمة والنمل. كانت النخلة كتاب الينابيع، فرحها الجميل. لكن خلال أقل من 20 عاما انخفض منسوب المياه في كثير من المناطق، وتعرضت المياه الجوفية في مناطق مختلفة للتلوث والتراجع الكمي والكيفي. يعلم الجميع أن هناك توسع في النشاط في السكان، وتوسع في المجال السكاني، وتوسع في المجال الصناعي والزراعي، أدى طبعا هذا الأمر إلى ازدياد عدد الآبار في المنطقة، وبالتالي زادت على أثرها السحب الكبير لسد جميع الاحتياجات المنطقة. هذا التفاقم الكبير على مدى البعيد أدى إلى تدهور جودة المياه الجوفية، وتغير طبعا تغيرها مكانيا وزمانيا. الأسباب عديدة والبحوث كذلك والدراسات المتخصصة عديدة. من بين تلك الدراسات البحث الذي يحمل عنوان نمط التغير المكاني والزماني في تقييم جودة المياه الجوفية في واحة الأحساء في المملكة العربية السعودية. الدولة حفظها الله أولت اهتمام كبير جدا وحذرت كثير جدا في قضية عدم الحفر في المناطق إلا أن تكون مرخصة حتى لا يحصل لك سحب جائر في المنطقة. طبعا كل هذه الأمور أدى إلى تغير جودة المياه. من هذا المنطلق أتى أهمية هذا البحث في تقييم جودة المياه مكانيا وزمانيا. مكانيا حيث قسم البحث على منطقة الأحساء على قطاعات، قطاع الشمالي والقطاع الأوسط والقطاع الشرقي. قسم أيضا درس زمانيا طبعا باستقطاب أو بأخذ بيانات لمناسيب المياه الجوفية، وبيانات أيضا تحليل كيميائي على فترات زمنية بعيدة، ثم حللت إحصائيا وعدرست هذه الأمور من الناحية المكانية والزمانية. وطبعا ظهرت فيها بعض الاستنتاجات وبعض التوصيات في حث المواطنين في عدم الاستخدام المبيدات الحشرية المركزة وعدم ورميها في الأماكن اللي قد يتوقع أن تكون هناك نتيجة سقوط الأمطار وعمل التغذية أن تؤثر على طبقة المياه الجوفية. تجربة البث الفضائي في الجامعة تستقطب كل زوار الجامعة من وفود عربية وأجنبية، هي تجربة رائدة ومميزة، والعدسة والذين وراءها صاروا معروفين في أروقة الجامعة وفي كل الأحياء في المدينة. في التقرير التالي مشاهد عن الوفود التي قصدت إدارة البث الفضائي للإطلاع على تجربتنا، دعونا نتابع. تمتد تجربة البث الفضائي في جامعة الملك فيصل على قرابة العامين. استوديوهات متخصصة ومعدات حديثة قادرة على تسجيل صوت وصدى الجامعة ومجتمعها بتقنيات وتخصص كبيرين. إدارة البث الفضائي قدمت عبر قناة عالي الكثير من المشاركات، وكان لها برامج خاصة وتستعد للمساهمة في برامج تهم الطالب والمجتمع ستساهم بها مع الانطلاقة التي تستعد لها قناة عالي. استوديوهات إدارة البث وغرفة الكنترول وهذه التجربة ككل تحولت
ومنذ بدايتها إلى مشهد حضاري تفاخر به الجامعة ويقصده كل زوارها من بعثات عربية وأجنبية ليتابعوا التجربة عن كثب. لكن خلال الزيارة داخل الموقع والاطلاع على العديد من الاستديوهات والتجهيزات حقيقة تفوق أو تعادل ربما بعض القنوات الفضائية التي عندها سنوات من الخبرة الطويلة والتي لا تقارن مع الخبرة الحديثة الموجودة عندنا في جامعة الملك فيصل. كذلك تقصد إدارة البث الفضائي مدارس الأحساء الثانوية والمتوسطة، تلتقي العاملين في الإدارة وتطلع على التجربة الإعلامية التي هي جديدة على الأحساء والتي هي خطوة مباركة لم تكن ستتحقق لولا الأمر السامي لخادم الحرمين الشريفين في ضرورة أن يكون لكل جامعة سعودية استوديوهات ومقدرة على التعامل مع وسائل الاتصال الحديث. حكاية الخبز تختلف وتتنوع بين مدينة وأخرى ودولة وأخرى، واللافت أن كل مدينة تتميز برغيفها كما تتميز بناسها ومناخها، والأحساء اشتهرت منذ القديم بخبز التمر أو الخبز الأحمر، كان زوادة يومية للناس، وهو اليوم تراث شعبي له محبوه ورواده. دعونا نتابع. الأحساء واحة للنخيل، هي الأكبر والأكثر إنتاجاً لكل أنواع التمور، وسوق التمور فيها مليء بأفخر الأصناف، إلى جانب وجود مصانع للتعبئة والتسويق تنتشر في كل أنحاء المدينة الدائمة الغلال. الخبز الحساوي أو الخبز الأحمر كما يسميه البعض خبز التمر، أحد الصناعات التقليدية القديمة التي اشتهرت بها محافظة الأحساء، ومارس الكثير من سكان الأحساء صناعة الخبز كمهنة برعوا فيها في ماضي الأجداد. كانت المرأة الحساوية تصنع لعائلتها خبز التمر كأشهى الوجبات. القيمة الغذائية العالية التي يتمتع بها الخبز الحساوي جعلت بعض الخبازين في كل من المبرز والهفوف وغيرها يمارسون هذه الحرفة كمهنة يقبل عليها الكثيرون في وقتنا الراهن، ولم تعد مرتبطة بوجود المهرجانات فقط، نظراً للقيمة الغذائية العالية التي يتميز بها الخبز الحساوي بمكوناته الغذائية المفيدة للجسم وإمداده بالطاقة، حيث يعتبر مصنوعاً من الألياف التي يحتويها دقيق البر والسكر الطبيعي الموجود في نقيع التمر، إضافة إلى مادة الحلو وحبة البركة الحبة السوداء. المهنة خباز أحمر شعبي لي فيها 53 سنة 53 54 من تعلمت هذا متعلمها، ليس وراثة ولا شيء، كاسبها فقط شطارة على مقال. هي تتكون من 5 عناصر: بر، تمر، طحين، ملح، خميرة. 5 أنواع تكون عن العناصر منها، تحط في الخلاط وتعجن إلى عجنة مرة تماسكت بعضها بعض من البر الخالص لزيادة، إلى تماسكت بعض تترك لمدة فترة 4 ساعات على حسب تخمر العجين، إلى تخمرت العجين وارتاح عجين اشتغلنا إلى حمى التنور على مقدار ما نبغى التنور حموته، لا تصير عالية ولا نازلة عشان القرص يطلع مصبوط، ثم نصفقها. الميزة في القرص الأحمر اللي هو بالحطب هذا لا فيه دخان يضر القرص أبدا، هذا ميزته، يطلع نكهته أحسن نكهة من القرص. وبالجدع النخل، غير جدع النخل لا، أي شيء يطعن فيه يسوي ريحة في بطن القرص، غير جدع النخل ما يسوي ريحة. هو تاريخ الأحمر هذا الخبز له تاريخ مبطي قديم، كانت أول تشتغل حريم نساء، ما تشتغل رجال، أول نساء تشتغله في البيوت، ثم خذوها الرجال، احنا نلحقنا على التوالي يعني الاخر اخر ما اخر شيء حنا.
أجود أنواع التمور الشهيرة في الأحساء يتم اختيارها بعناية لاستخدامها في صناعة الخبز، وبخاصة تمر الخلاص، فهو يعطي الخبز مذاقاً مميزاً وشهياً وحلواً في آن واحد. هو أكلته أكلة شعبية يسمونها أكلة شعبية، يسمى خبز أحمر حساوي أو أكلة شعبية. تبي تأكله مع روبك له، مع لبنك له، مع صالونك له، مع أي شيء تأكله، مع جبنك له، أي شيء تأكله معه، لأنه غذاء متكامل، ما نقص شيء، غذاء متكامل. الخبز الحساوي يعد من أشهر أنواع الخبز التي اشتهرت بها محافظة الأحساء، وهناك مسميات أخرى للخبز الحساوي، فثمة من يطلقون عليه مسمى الخبز الأحمر بسبب لونه المائل للحمرة، ويطلق عليه آخرون مسمى خبز التمر كون التمر يعد من مكوناته الأساسية بعد البر، حيث يمنحه اللون والطعم والحلاوة. رغيف معجون بالمحبة يتوغل في التاريخ ويصل إلى الحاضر ويلامس المستقبل كتراث شعبي يستمر مدى الأيام. عدسة الجامعة في حلقتها الثامنة انتهت، إلى اللقاء في حلقات قادمة نسلط فيها الضوء على أنشطة الجامعة وأخبارها، ونرحل مع العدسة إلى رحاب المجتمع مستهدفين تصوير هذا الانسجام الخلاق بين الجامعة ومحيطها.